فوانيس رمضان، من منا لم يستمتع بحملها واللعب بها أيام الطفولة خلال أيام الشهر الفضيل؟ كاميرا النهار اليوم في طنطا رصدت أحد معاقل صناعة الفوانيس في مصر لتأتي لكم بهذا التقرير عن تلك الحرفة العريقة وما يواجهها من تحديات. هاتوا الفوانيس يا ولاد، هاتوا الفوانيس. فانوس رمضان أحد أشهر المظاهر المميزة للشهر الكريم في بلاد المحروسة، مصابيح مضيئة يكاد لا يخلو أي منزل منها في شهر الغفران، ففيه اعتاد المصريون على الإقبال لشراء الفوانيس بجميع أشكالها وألوانها كأسمة مميزة لاستقبال ذلك الضيف الكريم. حيكون فرح وتلات الليلة، حنغني ونعمله الليلة. وهنا في طنطا توجد واحدة من أشهر ورش صناعة الفوانيس التي اقترن اسم صاحبها باسم الصناعة طارق فانوس. احنا حبينا الشغلة ديت لأن كانت بتسعد الطفل المصري وكانت بتساعدنا كمصريين وكأطفال إن احنا نجيب الفانوس اللي هو بشمعة ونشغل أهالينا بالشمعة إن هي بتقيد وتطفي الشمعة، روح لوالدي إن هو يولعها لي، فكان لي ذكريات جميلة، ذكريات بتحببنا في شهر رمضان. في هذه الورشة لكل فانوس قصة وحكاية، حيث تصنع الفوانيس يدويا على يد عمال احترفوا هذه المهنة الموسمية لعشرات السنين، ولكل منهم دوره الفريد. والله الفانوس ده بياخد كذا مرحلة، أول حاجة الصفيح بنجيبه نفصله ونصممه، وبعد كده يخش إيه تفصيل زي ما أنت شايف كده، وبعد كده يتجمع على حاجة، غير بقى رسم الإزاز ده لواحد واحد تاني بيعمله. مخطئ من يظن أن هذه المهنة للرجال فقط، ففيها يعمل أيضا العديد من العاملات في تزيين الفوانيس وإعطائها لمسة جمالية رائعة. المرحلة دي أول خطوة في صناعة الفانوس، بتيجي الصفيح شرايح كده بتتكبس قلوب وبتدخل لون معايا كده علشان تدي بهجة للفانوس في الآخر في الشكل النهائي وتعمل بهجة للأطفال وللشعب المصري. منافسة شديدة يواجهها الفانوس التقليدي، فما رأي العاملين بالمهنة؟ إنها اتطورت عن زمان. الأول كان بيبقى إيه؟ فانوس الصغير ده اللي هو الشمع، دلوقتي بقى فوانيس كبيرة، خد بالك، غير إن الحاجات الصيني طبعا اللي هي طلعت بقى دي مش أثرت ولا حاجة، هو أصلا مش فانوس يعني، ده زي لعبة كده. ومع توافر مواد التصنيع وأدوات الصناعة، إلا أن هناك مشكلة غير تقليدية تواجه استمرار تلك الحرفة وتهدد باندثارها. المركبات موجودة، كل حاجة متوفرة، كل سوى مستوردة سوى مصر سوى أي حاجة، كل حاجة متوفرة. هو اللي تعبنا إن مفيش عمالة، حتى مفيش صبيان يشتغل، يعني مش صناعية، لا صبيان مش موجود، فده اللي احنا بنعاني منه. فوانيس رمضان سمة رمضانية عريقة وصناعة تمتد جذورها لمئات السنين ومصدر بهجة للكبار والصغار، وكل عام أنتم طيبون. هاتوا الفوانيس يا أولاد، هاتوا الفوانيس.